الأخبار من أونلاين. أسعدتم أوقاتنا أينما كنتم. بداية هذه الجولة مع البيان الحكومي أمام مجلس النواب. تعهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على حقوق مصر المائية وتنشيط الحياة السياسية والحزبية. وأكد مدبولي في بيان ألقاه أمام مجلس النواب حول برنامج حكومته أن المواطن سيشهد خلال المرحلة المقبلة تحسنا كبيرا في الأمور المرتبطة بحياته اليومية. سعيا لنيل ثقة مجلس النواب وفقا للدستور، ألقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برنامج حكومته أمام المجلس بعنوان مصر تنطلق، والذي يأتي استكمالا لبرنامج حكومة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل. خمسة محاور رئيسية ارتكز عليها بيان الحكومة، جاء في مقدمتها حماية الأمن القومي المصري وتحقيق الاستقرار الأمني. المحور الأول حماية الأمن القومي المصري، ويشمل هذا المحور تحقيق أمن المواطن المصري بما يتطلبه من تحقيق الاستقرار الأمني في الداخل وحماية وتأمين حدود مصر الخارجية ومكافحة الإرهاب والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية في إطار القانون. المحور الثاني من برنامج الحكومة جاء تحت عنوان بناء الإنسان المصري، واشتمل على عدد من الأهداف والبرامج الفرعية. يشمل هذا البرنامج ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية ونشر ثقافة العلوم والابتكار، ويشمل البرنامج أيضا تصحيح المفاهيم الخاطئة وحماية المجتمع من التطرف الفكري واستعادة منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية وترسيخ أسس الولاء والانتماء والمواطنة. المحور الثالث جاء بعنوان التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، ويهدف إلى الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 8% من خلال مجموعة من البرامج. رفع كفاءة الأداء الحكومي، سوف تشرف هذه الحكومة بتنفيذ عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وفي ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإداري للدولة بما يحقق رفع كفاءة الأداء في جميع المجالات. ويتناول المحور الرابع من البرنامج النهوض بمستويات التشغيل من خلال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإصلاح التشريعي والمؤسسي. سيتم إطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة يستهدف المرأة والشباب ويوفر 100,000 فرصة عمل، هذا فضلا عن التوسع في الإقراض متناهي الصغر للمرأة الريفية. أما المحور الخامس فتضمن تحسين مستوى معيشة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني والانتشار العمراني عبر الحد من الزيادة السكانية. أرجو الإشارة إلى أن المجتمع لن يشعر بثمار النمو إذا استمرت معدلات الزيادة السكانية بشكلها الحالي، ولقد تم اعتماد استراتيجية لضبط الزيادة السكانية تطلق برنامج قويا لزيادة الوعي والطلب على وسائل تحسين الصحة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية. المحاور الخمسة التي تضمنها برنامج الحكومة تتطلب جهدا حثيثا في ظل التحديات الراهنة وحاجة المواطن لأن يشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي. وجه رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي كل وزارة بمتابعة تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع باقي الوزارات ومجلس الوزراء، وأكد أن برنامج الحكومة الذي تم تقديمه إلى البرلمان يهدف إلى التطبيق الفعال لما جاء فيه بمنتهى الجدية. من ناحية أخرى أكد رئيس الوزراء أن هناك العديد من القضايا تمس حياة المواطن، من بينها النظافة والمرور ورقابة على الأسعار، وتحتاج إلى تركيز ومتابعة أكبر حتى يشعر المواطن بتحسن حقيقي على أرض الواقع. واتخذ مجلس الوزراء قرارات عدة نتابعها في هذا العرض. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر سبل تعزيز التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأكد وزير الخارجية تطلع مصر إلى المزيد من التعاون في مختلف المجالات
ضمن اتفاق التعاون الأمني الموقع بين البلدين عام 2016، لا سيما الوقاية من الفساد ومكافحته. من جانبه أكد زيهوفر ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، مشيدا في الوقت ذاته بالإنجازات التي حققتها مصر على مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عما تم تحقيقه من إنجاز في منع خروج موجات الهجرة غير النظامية عبر الموانئ والحدود المصرية. تمكنت القوات المسلحة من القضاء على 3 تكفيريين والقبض على 59 مشتبها به في شمال ووسط سيناء. أضافت القوات المسلحة في بيانها رقم 25 حول عمليات شاملة سيناء 2018 أن القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير عربات ومخازن خاصة بالإرهابيين، فضلا عن اكتشاف وتفجير 10 عبوات ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات بمناطق العمليات وعدد من الأنفاق في مدينة رفح في شمال سيناء. وخلال العمليات أصيب مجند واستشهد مدنيان 2 نتيجة انفجار عبوة ناسفة أعدت العناصر الإرهابية لاستهداف قوات المداهمات على محاور التحرك. بالعودة مجددا لزيارة وزير الخارجية سامح شكري للعاصمة الألمانية برلين ولقائه وزير الداخلية الألماني هيرست سيهوفر، ينضم إلينا المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد. سعادة السفير، أهلا وسهلا بحضرتك. ماذا في جدول أعمال وزير الخارجية أيضا في هذه الزيارة؟ أهلا وسهلا. أولا السيد وزير الخارجية وصل اليوم بالفعل إلى برلين، وهناك لقاءات متعددة على مدار 48 ساعة القادمة. اليوم التقى مع مجموعة الصداقة المصرية الألمانية في البرلمان الألماني، وأعقب ذلك لقاء مع وزير الداخلية الألماني، ثم يلتقي بعد قليل وزير الخارجية مع مركز كوبر. مركز كوبر يعتبر من أكبر المراكز البحثية في ألمانيا، حيث يجري نقاشا مطولا حول الأوضاع الإقليمية والعلاقات في منطقة الشرق الأوسط وتقييم مصر للأوضاع هناك، وبعد ذلك يلتقي مع وزير النقل والبنية التحتية، ولقاءات مكثفة غدا إن شاء الله مع وزير الخارجية وعدد من الوزراء المعنيين بملف العلاقات الثنائية المصرية الألمانية. سعادة السفير، ليس ثمة صداع يكاد يقض مضاجع القادة والمسؤولين الأوروبيين في هذه الآونة، وربما هدد بأكثر من أزمة داخل البيت الأوروبي نفسه، إلا أزمة الهجرة غير النظامية وآلية التعامل مع موجات النزوح الجماعية التي تأتي على رأسها منطقة الشرق الأوسط وبعض بؤر النزاع. مصر تصر على أن تضع من بين ما تضعه في سجل فخارها طريقة تعاملها مع المهاجرين ومع اللاجئين، تقول إنها دمجتهم في دون معسكرات ودون أي تمييز. هل من طرح ستقدمه مصر في هذه الأثناء حول هذا الموضوع؟ ما هو بالطبع موضوع الهجرة غير الشرعية كان محل نقاش مطول مع وزير الداخلية الألماني، خاصة ونحن نعلم أن وزير الداخلية كان قد قدم استقالات أمس ثم عدل عن الاستقالة بعد نقاش مطول مع المستشارة الألمانية حول ملف الهجرة بالتحديد. السيد سامح شكري تحدث مطولا حول رؤية مصر لقضية الهجرة غير الشرعية وأهمية التعامل معها من منظور شامل، منظور يتجاوز التعامل الأمني ويتناول الموضوع من جانب اقتصادي واجتماعي، والتعامل مع جذور هذه المشكلة بأبعادها المختلفة. في الحقيقة الوزير الداخلية الألماني رحب كثيرا وأعرب عن تقديره البالغ بقدرة مصر على التعامل مع هذه القضية وقدرتها بأن تمنع خروج سفن ومراكب الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها منذ عام 2016، وكان هذا محل تقدير كبير، حتى أن وزير الداخلية الألماني قال أنه يريد أن يستفيد من الخبرة المصرية في التعامل مع هذه الظاهرة وكيف نرى كيفية التعامل معها في أوروبا. الإشارة إلى ضرورة تنسيق التعاون المصري الألماني في المجال الأمني، والإشارة إلى الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين في عام 2016، هل تم التطرق إلى طبيعة الدعم الذي يمكن أن يقدم في إطار هذا التعاون، ما إذا كان دعما ماديا دعما لوجستيا على مستوى الخدمات والتقنيات الحديثة التي تعرف بها ألمانيا ولا تبارى ربما في هذا المجال؟ نعم، بالتأكيد قضية المكافحة الإرهاب والتعاون بين البلدين، التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الخبرات لدى ألمانيا في مجال ضبط الحدود وتعزيز قدرات مصر على مكافحة الإرهاب، كل هذا كان محل نقاش مطول.
الجانب الألماني حريص في الواقع على أن يكون دائما عند ظن الحكومة المصرية وعند توقع الحكومة المصرية وراغب في تقديم كل أشكال الدعم لدعم مصر في مجال مكافحة الإرهاب على وجه الخصوص. وكان هذا أيضا محل النقاش بين الوزيرين. سعادة السفير، ثمة أمر ما لعل البعض يقول أن هناك شيئا ما يطهى ربما على نار هادئة يخص الأزمة في سوريا تحديدا، منطقة خفض التصعيد في الجنوب وتطورات الأزمة اليمنية التي ربما تتخذ خطوات متسارعة في هذا المجال لمحاولة إيجاد حل سياسي. أي من هاتين الأزمتين ربما يكون مدرجا على جدول أعمال وزير الخارجية في هذه الزيارة؟ يعني هذا الموضوع سيكون محل نقاش مطول مع وزير خارجية ألمانيا غدا في المحادثات السياسية. نعم، سوف نتطرق بالتفصيل إلى قضية سوريا والأوضاع في ليبيا وأوضاع في اليمن أيضا، خاصة وأن هناك حرص من الجانب الألماني الاستماع إلى تقديم مصر وإلى الاتصالات التي تقوم بها مصر في هذه الملفات. فسوف ننتظر غدا إن شاء الله حين نتطرق بكل تفصيل إلى هذه الموضوع. أخيرا سعادة السفير، هذه ليست الزيارة الأولى وليس اللقاء الأول الذي يجمع وزير الخارجية السيد سامح شكري بنظرائه الألمانيين على مدى السنوات الماضية باختلاف تعاقب المسؤولين عن هذا الملف. أي من القضايا الشرق أوسطية تبدو مدرجة أكثر من غيرها على أجندة السياسة الخارجية الألمانية ربما تعنى مصر بهذا الملف؟ هو بالطبع الموضوع كما أشرت، الوضع في ليبيا باعتبار أن الانقراض المصري في التعامل مع الملف الليبي انقراض كبير. فالجانب الألماني حريص على الاستماع إلى الدور الذي تقوم به مصر في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وأيضا إتاحة الفرصة للفرقاء الليبيين للتوصل إلى التوافق فيما بينهم، بالإضافة إلى الوضع في سوريا بطبيعة الحال باعتبار أن مصر أيضا لديها اتصالات مع كافة الأطراف داخل سوريا وتمارس دور في مناطق خفض التصعيد وإيصال المساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق النائية. كل هذا سيتم التطرق إليه في المباحثات السياسية. زيارة وزير الخارجية عفوا سعادة السفير ستكون منفردة لألمانيا ولا جزء من جولة خارجية؟ هي جزء من جولة بتشمل أيضا النمسا، يبدأ الزيارة إلى النمسا بعد غد، وتتطرق الزيارة إلى النمسا لموضوعات ثنائية وموضوعات إقليمية أيضا، خاصة وأن النمسا تعتبر أو بالفعل قد تولت رئاسة الاتحاد الأوروبي في هذا الشهر. شكرا جزيلا لك السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية منضما إلينا عبر الهاتف. خففت وزارة الخارجية اليابانية مستوى معلومات سلامة السفر الخاصة بمصر تزامنا مع تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد. أوضحت السفارة اليابانية لدى القاهرة في بيان لها أن هذا التعديل شمل المستوى الأول والذي ينصح فيه المواطنين اليابانيين بزيارة عدد من المناطق المصرية مع توخي الحذر. وعقب هذا التعديل تم توسيع نطاق المناطق الواقعة تحت المستوى الأول لتشمل جميع مناطق مصر باستثناء شمال سيناء والصحراء والحدود الغربية. توجه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى موسكو اليوم لإجراء مباحثات بشأن سبل التوصل لتهدئة في جنوب سوريا. وأوضح الصفدي أن مباحثاته في موسكو ستسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالجنوب السوري لا سيما محافظة درعا، مؤكدا أن عمان على اتصال بجميع الأطراف السورية والفاعلة في المشهد للتوصل لتسوية. هذا وقد دعت اليوم منظمة حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأردن لفتح حدوده أمام السوريين الذين يحاولون الفرار من الصراع المتصاعد في جنوب غرب سوريا. وأعلنت الأمم المتحدة أمس أن نحو 270 ألف شخص فروا من القصف الجوي والبري في الأسبوعين الأخيرين. وقد أوضح الناطق باسم مفوضية اللاجئين أندري ماهيسيتش أن حوالي 40 ألف سوري يحتشدون بالقرب من الحدود مع الأردن الذي يستضيف بالفعل أكثر من مليون لاجئ سوري. ويواصل الجيش السوري عملياته في الجنوب لا سيما محافظة درعا، حيث استعاد الجيش السيطرة على بلدة المستيفرة شرقية محافظة درعا بعد اشتباكات عنيفة مع المعارضة المسلحة أسفرت عن القضاء على عدد من مسلحي المعارضة. هذا وتقوم القوات بتنشيط البلدة وتطهيرها من المتفجرات تمهيدا لعودة الأهالي إلى منازلهم. في اليمن لقي أكثر من 50 شخصا مصرعهم خلال اليومين الماضيين إثر غارات جوية ضربت جنوب مدينة الحديدة غربي البلاد. وبحسب مصادر طبية في مستشفى العلفي قتل 43 حوثيا
فيما أصيب العشرات منهم. يأتي هذا فيما لقي أيضا 8 مدنيين بينهم 4 أطفال حتفهم عقب سقوط صاروخ أطلقته الميليشيا في التحيتة. وبهذا يرتفع عدد القتلى في محافظة الحديدة إلى 483 شخصا منذ بدء العملية العسكرية. في العراق انطلقت اليوم عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات النيابية، حيث بدأت عمليات إعادة الفرز في مدينة كركوك. وفي هذا السياق أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أن تحديد المراكز الانتخابية والمحطات التي سيتم فيها إجراء عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات جاء بناء على الشكاوى والطعون والتقارير الرسمية ذات العلاقة. وأضافت المفوضية أن عملية العد والفرز ستتم بحضور مراقبي الأمم المتحدة وممثلين عن سفارات الدول الأجنبية وكلاء الأحزاب السياسية والمراقبين المراقبين الدوليين والمحليين والإعلاميين. أقر الكنيسة قانونا يسمح لحكومة الاحتلال باقتطاع جزء من الرسوم التي تدفعها لحساب السلطة الفلسطينية كضرائب، بحيث يكون المبلغ المقتطع موازيا للمخصصات المالية التي تقرها السلطة لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال. يذكر أن السلطة الفلسطينية تدفع مبالغ مالية لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال كتعويض عن الأحكام الظالمة الصادرة عن القضاء هناك بحقهم. من جهة اعتبرت الرئاسة الفلسطينية مصادقة الكنيسة على القانون أعلن حرب وستؤدي لاتخاذ قرارات مهمة لمواجهته. وأدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نويل أبو ريدين القانون قائلا إنه بمثابة الهجوم الذي يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني. بدوري قالت الحكومة الفلسطينية إن القيادة ستلجأ إلى القضاء الدولي بشأن اقتطاع إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية. طلبت النمسا من إيران رفع الحصانة الدبلوماسية عن أحد دبلوماسيها في السفارة الإيرانية بفيينا، يشتبه بتورطه في خطة اعتداء أحبطت ضد تجمع لحركة إيرانية معارضة في العاصمة الفرنسية باريس. كانت السلطات البلجيكية والفرنسية والألمانية قد اعتقلت 6 أشخاص من بينهم الدبلوماسي الإيراني للاشتباه بضلوعهم في خطة للاعتداء. أعلنت طهران أن وزراء خارجية الدول الخمسة الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني سيجتمعون الجمعة في فيينا للمرة الأولى منذ سحاب الولايات المتحدة منه في مايو الماضي. ومن المقرر أن يناقش المجتمعون مجمل مقترحات الاتحاد الأوروبي لتلبية طلب الضمانات التي تطلبها إيران ووسائل حماية الاتفاق. حث الرئيس السويسري ألان بيرسي جميع الأطراف الدولية على عدم تعريض الاتفاق النووي المبرم بين القوى الدولية وإيران للخطر، وذلك بعيد اجتماعه بنظيره الإيراني حسن روحاني. وقالت الحكومة السويسرية إن المحادثات مع الرئيس الإيراني تركزت على الحفاظ على استقرار الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. وتعهدت سويسرا بالعمل على الحفاظ على تدفق السلع الإنسانية لإيران دون النظر لأي استئناف أمريكي للعقوبات. جولتنا لا تزال مستمرة مع حضراتكم. المزيد من الأخبار بعد قليل. أهلا بحضراتكم مجددا. ونواصل تقديم الأخبار. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع كوريا الشمالية تجري بشكل جيد. تصريحات ترامب جاءت قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مجددا لكوريا الشمالية الخميس المقبل في زيارة تستغرق 3 أيام لإجراء محادثات حول نزع السلاح النووي. وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن بومبيو ستلتقي زعيم الكورية الشمالية كيم جونغ أون لمتابعة العمل من أجل نزع السلاح النووي بعد القمة التاريخية التي عقدها مع الرئيس الأمريكي يونيو الماضي. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لوفد من النواب الأمريكيين إنه يأمل في أن تسهم زيارتهم لموسكو في إصلاح العلاقات بين الدوما الروسي والكونغرس الأمريكي. يأتي هذا على خلفية زيارة وفد من النواب الأمريكيين تمهيدا لعقد قمة مرتقبة في العاصمة الفنلندية هلسنكي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وقد رد البيت الأبيض على إعلان موسكو بأن القمة الروسية الأمريكية المرتقبة في منتصف يوليو الجاري لن تتطرق لقضية شبه جزيرة القرم، حيث أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تعترف بضم روسيا لشبه الجزيرة الأوكرانية، مشددا على أن العقوبات الأمريكية على موسكو باقية حتى تنسحب من الجزيرة. كان الكريملين قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي يمكن أن يناقشا كل الموضوعات باستثناء القرم. للمزيد من المتابعة ينضم إلي عبر سكايب السيد مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي السابق. سيد مهدي أهلا بك معنا على شاشات أون لايف. إذن ما الذي يمكن أن نضعه من توقعات حول هذه القمة المرتقبة في منتصف يوليو بين دونالد ترامب ورئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ من المتوقع مناقشة الأمور المتعلقة بالتمدد الروسي في سوريا. المسألة السورية ستكون على قائمة على قمة المواضيع التي يتم مناقشتها بين الرئيس الأمريكي ورئيس فلاديمير بوتين، إضافة إلى العلاقات الأمريكية الروسية التي رأت بعض التوتر في الأيام السابقة منذ تولي الرئيس ترامب، حيث كانت هناك اختلافات مبدئية. من أهم الموضوعات التي ينظر إليها المجتمع الأمريكي في هذه الزيارة هو التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، التي قامت المؤسسات الأمنية الأمريكية بإثبات أنه تم التدخل في عام 2016 داخل منظومة الحزب الديمقراطي على الأساس. إضافة إلى ذلك، العلاقات الأمريكية الروسية ستتطرق منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، والمسألة السورية واليمنية بشكل خاص. طيب سيد مهدي، ذكرت أنه موضوع التسوية في سوريا ستكون على أجندة مناقشات المباحثات ما بين الزعيمين. ما الذي يمكن أن يعرضه دونالد ترامب على فلاديمير بوتين للوصول إلى تسوية معقولة ومقبولة، خاصة أنه تطورات العملية في الجنوب وما قدمته روسيا من ما قد يوصف بأنها عربون محبة بعدم تدخل الطرف الإيراني في الجنوب السوري، أيضا وصول إلى تسوية مع كيان الاحتلال في هذه المنطقة؟ يعني هل كل هذا أدى إلى تعجيل القمة بين دونالد ترامب وبوتين، وكيف سيسوي المسألة السورية معه؟ الرئيس ترامب بعد مشاورات مع البنتاغون كان أهم ما يهم هذه المجموعة هي التخلص من داعش. أعتقد أن روسيا استطاعت أن تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في إعادة منظومة ما يحدث في سوريا. بالطبع ما يحدث الآن ليس بكافي لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولا لدى النظام السوري ولا روسيا، ولكن التفاهمات التي ذكرتيها هي التي أدت إلى أن يستقر هذا الملف بالذات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا. الولايات المتحدة الآن كما نعرف بدأت التخلي عن التصميم على مغادرة الأسد، وبدأ التركيز في الوصول إلى حل سلمي بإدخال الأطراف الأخرى في هذه المناقشات. أعتقد هذا اللقاء سيدعم المحاولات السلمية في سوريا مع دعم محاولات الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على داعش، لأنها مسألة كانت قد وعد بها الرئيس الأمريكي المجتمع الأمريكي والمجتمع الدولي، وأعتقد أن روسيا لها الدور الأساسي في التحكم فيما يحدث في سوريا، وقد أيقنت الإدارة الأمريكية هذا، ولذلك سيكون موضوع سوريا من أهم الموضوعات المطروحة على الطاولة. طيب هل كون القمة ستعقد كما هو مقرر لا في منتصف هذا الشهر بعد قمة حلف الناتو المقررة من 11 و12 من يوليو، وبعدها زيارة لدونالد ترامب إلى لندن في ضوء بعض ما يوصف أو يصفه البعض بأنه حرب باردة غير معلنة ما بين لندن وموسكو، هل هناك دلالة لهذا التوقيت تحديداً؟ بالطبع هذا التوقيت يأتي في إطار محاولات إصلاح ذات البين في دول أوروبا وأمريكا، لأن كما نعلم ما قامت به الإدارة الأمريكية
من إعلان عقوبات اقتصادية وفرض رسوم أدى إلى تذبذب هذه العلاقة. فلذلك يحاول الرئيس دونالد ترامب أن يخفف من هذه الحدة، وأيضا بريطانيا علاقتها مع روسيا قد تأثرت نتيجة لدعمها لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية. فأعتقد أن الإدارة الأمريكية تحاول أن إعادة الأمور إلى نصابها، خاصة أن ومع الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا هناك تعاون كبير في مجالات وملفات مختلفة، ليست بضرورة الملفات المختلف عليها. الإدارة الأمريكية أيضا قالت أنها لن تخفف عن روسيا من مسألة الضغط أو العقوبات، فلذلك من وراء الكواليس سيتم معالجة هذه الأمور بأمور أخرى في تفاهمات في ملفات غير معروفة علنيا. لندن من أهم النقاط ومن أهم الحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، فلذلك جاء في هذا التوقيت بالذات زيارة دونالد ترامب للندن لتحسين الصورة الأمريكية، لأننا كما نعلم كانت هناك بعض الخلافات نظرا لانتقاده لعمدة لندن من أصل مسلم، فلذلك من ضمن العلاقات العامة هي زيارة الرئيس الأمريكي للندن. إذن كيف تراقب طهران أيضا هذه القمة المرتقبة بين الزعيمين؟ بالطبع طهران قلقة من التفاهم الأمريكي الروسي، لأنها تعلم أن لا تستطيع أن تؤثر على أي من الطرفين. روسيا تعمل لمصلحتها وتستغل طهران في ما يمكن استغلاله، وتعلم أن طهران مؤثرة في العراق وفي سوريا، ولذلك تضع طهران على يعني جانب الطريق في حالة حاجتها كما رأينا في سوريا. لكن الفيصل الأساسي هو ما ستراه الإدارة الأمريكية وما ستراه القيادة الروسية من المصلحة المشتركة في هذه المنطقة. شكرا لك، كنت معنا عبر سكايب السيد مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي السابق. أعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر مساء أمس أنه توصل إلى اتفاق مع المستشارة أنجلا ميركل حول السياسة الواجب انتهاجها للحد من الهجرة غير النظامية في أوروبا، وذلك في خطوة من شأنها أن تنقذ الائتلاف الحكومي الهش أصلا الذي كاد أن يتزعزع بإعلان الوزير عزمه الاستقالة من منصبه. وقال زيهوفر للصحفيين أنه جرى التوصل لاتفاق بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل وحزب الاتحاد الاجتماعي بزعامته حول إجراءات للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده، فيما لا تزال موافقة الشريك الثالث بالائتلاف الحاكم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مطلوبة حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ. اعتقلت وكالة مكافحة الفساد الماليزية رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في إطار التحقيق في عملية اختلاس أموال من صندوق سيادي تم تأسيسه قبل نحو 10 أعوام. قال مصدر مقرب من أسرة رئيس الوزراء السابق إن السلطات الماليزية اصطحبت نجيب من منزله بعد تسليمه أمر القبض عليه، ومن المتوقع أن يتم توجيه الاتهام لنجيب في المحكمة غدا الأربعاء بعد احتجازه لليلة واحدة. مدد مجلس النواب الكاميروني ولايته لعام بناء على طلب من الرئيس بول بيا الذي طلب بإرجاء الانتخابات التشريعية حتى العام المقبل كي لا تتزامن مع الانتخابات الرئاسية والبلدية المقررة هذا العام. يذكر أن مشروع القانون المتعلق بتمديد ولاية مجلس النواب تم إقراره خلال جلسة عامة للجمعية الوطنية، وينص مشروع القانون الذي أقر على تمديد ولاية النواب ل12 شهرا بدءا من 29 أكتوبر لهذا العام. قررت الإمارات تجميد حسابات 9 أشخاص وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية وفق قانون وزاري بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في البلاد. طلبت هيئة الأوراق المالية في أبوظبي جميع الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع تجميد أي حسابات أو أموال أو أوراق مالية خاصة بالأفراد والكيانات، وشددت على الشركات ضرورة إبلاغ كل من وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال وهيئة الأوراق المالية والسلع بشكل فوري بالإجراءات المتخذة بشأن تجميد الحساب. قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم إن أهم الخطوات المقبلة لإحياء الجذور بين مصر وقبرص واليونان هو دمج الشباب وإعطائهم الفرصة لمناقشة قضايا متنوعة
تهم الدول الثلاث والاستماع إلى أفكارهم ورؤاهم. وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق خلال اجتماع وزراء الهجرة بالدول الثلاث على تنظيم زيارات سياحية متبادلة بين شباب الدول مع رفع توصياتهم إلى الرؤساء الثلاثة للاستفادة منها. قال رئيس ملتقى الجمعية المصرية للتبادل الشبابي عبد الرحمن أيمن خلال المؤتمر 70 للمنطقة العالمي للشباب والذي تستضيفه مدينة الغردقة إن هناك ارتفاعا كبيرا في عدد الجامعات المشاركة في المنظمة في مصر. والله ايسك في خلال 5 سنين اللي فاتوا بالذات حصل عملية توسع كبيرة، بداية من احنا كنا مجرد في 5 جامعات لدلوقتي ايسك موجودة في مصر في اكتر من 25 جامعة فيها زي ما انت قلت اكتر من 2000 متطوع وبتدي فرص لاكتر من 6000 شاب وبنت كل سنة ان هم يسافروا يتعلموا يتدربوا يتطوعوا او يشتغلوا في ريادة الاعمال. ونوعية الحاجات اللي احنا محتاجين نبقى عارفينها ومتعلمينها كشباب بتختلف وبتتغير من سنة لاخرى، وبتهيألي دي حاجة احنا دلوقتي بنحاول نتعلمها وبنحاول ان احنا نعلمها اكتر للشباب، فيبقى من شاب لشاب بدل ما احنا بنبص مجرد على اللي احنا بنتعلمه في الجامعات والمناهج، ودي حاجه مهمه جدا طبعا، بس لازم بجوارها يبقى فيه نوع من انواع التجارب العمليه، وده اللي احنا اتعلمناه. واضاف رئيس الملتقى ايضا ان الهدف من الملتقى هو اضافه العديد من القيم للطالب المصري حتى يواكب سوق العمل. احنا بنيجي نبص على جودة التعليم احنا مش بنبص عليه من مجرد محور تحسين مناهج او ان احنا ازاي نحسن التعليم الاساسي، احنا بنبص على اللي احنا ممكن او نقدر نضيفه او نحطه كاضافة تخلي الشاب المصري عنده القدرة على ان هو في سوق العمل يكون ليه قيمة عالية، لان زي ما احنا عارفين ان دلوقتي لما نيجي نبص على الشركات لما نيجي نبص على كل الفرص المتوفرة او كل الفرص اللي موجودة الفرق كبير او في فجوة ما بين الحاجات اللي احنا بنتعلمها في الجامعة وما بين الحاجات اللي بيتطلبها سوق العمل النهاردة، فاحنا بنحاول ان احنا نفهم على قد ما نقدر ونتعلم علشان نقدر نتعلم ايه الحاجات اللي دلوقتي الناس بتستعملها في العالم كله علشان تقدر تخلق الشاب الفعال البناء المنتج اللي يقدر ان هو مش بس يبقى بيدور على فرص ويحصل على احسن فرص بس عنده القدرة كمان على خلق الفرص. وقال رئيس اللجنة المنظمة للملتقى يحيى ثابت ان الملتقى في نسخته 70 شارك فيه ما يقرب من 700 شاب من 122 دولة. الملتقى هو جمعية مصرية تبادل الشباب الدولي هي اللي بتنظمه تبع وزارة الاجتماعي الاجتماعي، هو 700 شاب من 122 دولة. مني الهدف بتاع المؤتمر ان الناس بتيجي تتكلم على تنمية مهارات القيادة عن اهداف التنمية المستدامة بتاعت 2030، فبيجوا يتكلموا ازاي اهداف الجمعية بتكبر سنة بعد سنة. دي جمعية بتعمل اكتر، الجمعية كلها بتعمل اكتر من 60,000 واحد بيسافروا ويرجع كل سنة، فازاي يقدروا يكبروا مع بعض، ازاي تقدر البلد تكبر مع بعض. زي ما حضرتك قلت بالظبط ان مصر كدولة في المرتبة الثانية عالميا بتصفر بتجيب اكتر من 7000 شاب متطوعين، فهو ده الفكرة. فهو المؤتمر هو عبارة عن بلاتفورم بتساعد الشباب ان هم يتلاقوا مع بعض، بتساعد البلد ان هم يتلاقوا، تسهلوا الموضوع ما بينهم وبين بعض ان الناس عارفة تسافر اكتر. بحثت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد مع وزير المالية محمد معيط آليات تطوير المنظومة الصحية وتوفير التمويل اللازم لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. أكد وزير المالية التزام الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها، مشيرا إلى أنه اتفق مع وزيرة الصحة على وضع مهام محددة للجهات المشاركة في تنفيذ التأمين الصحي وإكمال خطة ميكنة المنظومة. من ناحية أخرى، تفقدت وزيرة الصحة والسكان خلال زيارة مفاجئة وحدة صحة بمنطقة الدويقة بالقاهرة، وذلك لمراجعة سير العمل والتأكد من أرصدة الألبان والأمصال واللقاحات. وأكدت الوزيرة أن هذه الزيارة تأتي كبداية لسلسلة مقبلة من الزيارات المفاجئة بهدف ضبط تقديم الخدمات الطبية بالمنشآت الطبية بالقطاعين الحكومي والخاص. هذه الساعة الإخبارية لا تزال مستمرة، لنا عودة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. الشأن المحلي أيضا، حيث أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة فعاليات مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018 بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف تطوير العمل ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة. وخلال كلمتها أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد أن الإنسان يعد من توجه الدولة، خاصة في ظل ما تصبو إليه الدولة الآن من أن يكون الإنسان على رأس أولوياتها.
ولأن بناء الإنسان يعد في القلب من توجه الدولة المصرية، خاصة في ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بأن يكون بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة وخطط التنمية. فقد تضمنت خطة الإصلاح الإداري للدولة محوراً رئيسياً لتنمية القدرات والتدريب لمختلف المستويات الوظيفية بهدف إعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتأهيل الشباب للقيادة في إطار الاستثمار في أهم مورد وهو الاستثمار في البشر، وذلك من خلال تنفيذ البرامج التدريبية والمنح الدراسية المختلفة، ومن بينها برنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة إسلاسكا مصر، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب برعاية السيد رئيس الجمهورية. وأكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تعمل على تحسين الخدمات الحكومية من خلال ماكينتها وتبسيط الإجراءات بجانب التوسع في خدمات الدفع الإلكترونية. وفي إطار دور ومسؤولية الدولة وأجهزتها المختلفة لخدمة المواطن، يتم العمل بشكل مكثف لتحسين الخدمات الحكومية من خلال تبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات وتطوير بوابة الخدمات الحكومية لتصبح منصة توفر جميع الخدمات الرقمية بجودة عالية، كذلك التوسع في تطوير وميكنة الخدمات المحلية في المحافظات. وهنا يعني يسعدنا معنا معالي محافظ الإسماعيلية ومحافظي القناة، وهذه من أوائل المحافظات اللي بقت محافظات إلكترونية في مصر. كذلك التطور في ميكنة الخدمات المحلية إضافة إلى التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني بما يسهم في تحقيق الكفاءة والفاعلية وتخفيض الوقت المستغرق في تقديم هذه الخدمات، وذلك سعياً لتحقيق رضا المواطن على الخدمات المقدمة من قبل الدولة بما يمثل رافداً رئيسياً للهدف والتوجه الإسمي، وهو تحسين مستوى وجودة الحياة لكافة المصريين. وأشارت وزيرة التخطيط أيضاً إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تتميز بأنها علاقات ممتدة أرسيت دعائمها من خلال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتحرص القيادة السياسية للدولتين على تعزيز هذه العلاقة وتوطيدها. تتميز العلاقات المصرية الإماراتية بأنها علاقات متأصلة وممتدة، أرسى دعائمها المحفور له بإذن الله القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وتحرص القيادة السياسية في البلدين الشقيقين على تعزيز وتوطيد هذه العلاقات، فتحظى الإمارات قيادة وشعبا بمكانة رفيعة في قلوب كل المصريين. كما تتميز العلاقات المصرية بكونها نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية العربية لقوتها وقيمها على أسس راسخة من الأخوة والصداقة والتفاهم والتشاور المستمر والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية محمد الجرجاوي إن حكومتي الإمارات ومصر تمضيان الآن في قيادة المنطقة نحو نهضة كبيرة وجديدة. بدأنا نستعيد منطقتنا من نزعات كانت موجودة وفتن كانت موجودة، وكانت هناك أهداف لكثير من الدول بزعزعة المنطقة ككل. فمؤتمرنا هذا يأتي رداً أيضاً على الذين يحاولون استهداف الأوطان واستهداف المنطقة، لأن الهدف الأساسي من التميز هو بناء المجتمعات وبناء الإنسان. وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بالإمارات أن حكومتي الإمارات ومصر تمضيان قدماً حالياً في قيادة المنطقة في نحو نهضة كبيرة وجديدة. وهذه التصريحات كما تابعناها تأتي في إطار المؤتمر الذي عقدته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حول الرؤية المستقبلية لإصلاح الجهاز الإداري في الدولة. تقود أيضا المنطقة لنهضة جديدة. خلال 4 سنوات الماضية عندما ننظر إلى حجم المشاريع، مشاريع الغاز، المدينة الإدارية الجديدة التي فيها حكومة ذكية، فيها مركز مالي وفيها خدمات وقطاعات جديدة، المشاريع الموجهة لقطاعات الشباب. فاليوم في نهضة إدارية جديدة تقودها مصر على مستوى المنطقة.
قال مساعد رئيس شركة المترو للتحكم المركزي عصام منير إنه تم إيقاف تشغيل محطة المرج الجديدة بدءا من اليوم، وذلك في سبيل استكمال تنفيذ مشروع زواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة. يعني حركة القطارات ما بين المرج القديمة والمرج الجديدة توقفت تماما، وده أول يوم النهاردة عشان في مشروع اللي هو مشروع الازدواج المرج الجديدة. يعني هو بدل ما هو خط واحد بس مفرد ما بين المرج القديمة ومرج الجديدة، ان شاء الله بعد يعني على بداية السنة الجديدة كده ان شاء الله يبقى فيه ازدواج في خطين، يبقى جميع القطارات اللي جاية من حلوان تتوجه للمرج الجديدة، بدل ما كان كل معدل 3 قطارات قطر واحد بيخش المرج الجديدة كان بتقاطر 8 دقائق او 10 دقائق، يعني كل 10 دقائق كل ربع ساعة قطر بيخش المرج الجديدة، دلوقتي هيبقى كل 3 دقائق ونص هيتوجه قطار لمحطة المرج الجديدة. كشف وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي أن الوزارة تعمل حاليا على وضع الإجراءات والقواعد الخاصة بإضافة المواليد الجدد على البطاقات، وأوضح الوزير أنه سيتم إعداد دراسة حول كيفية الإضافة والسن المقررة وإعلانها في 11 من هذا الشهر. في السياق ذاته صرح مصدر مسؤول بالوزارة بأن إضافة المواليد مرتبطة بقيمة الدعم المخصص لمنظومة السلع التموينية بعد قرار الإضافة. بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي دكتورة سحر نصر مع عميدي مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي ميرزا حسن سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك، كما ناقش الجانبان زيادة دعم البنك لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مشروع إعمار سيناء حيث قدم البنك 500 مليون دولار لتطوير التعليم و350 مليون دولار لتطوير قطاع الصحة. كما بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر مع وزير التعاون الدولي السوداني إدريس سليمان سبل تعزيز التعاون بين مصر والسودان خلال المرحلة المقبلة، وأكدت الوزيرة أن مصر ترحب بالمستثمرين السودانيين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عددا من الحوافز للمستثمرين خاصة في الصعيد وسيناء. وأوضحت الوزيرة أن حجم الاستثمارات السودانية في مصر يقدر بنحو 95 مليون دولار في مجالات الثروة الحيوانية والصناعة والعقارات. بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مع سفير إيطاليا لدى القاهرة جان باولو كانتيني سبل زيادة التعاون المشترك في مجال الطاقة وصناعة البترول والغاز. أكد وزير البترول أن مصر حققت نجاحات كبيرة في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن مصر تعمل مع شركائها الاستراتيجيين لاستعادة دورها الإقليمي في مجالات الطاقة. وأوضح الملا أن الشركات الإيطالية العاملة في قطاع البترول في مصر تعكس جدول استثمار في البلاد فضلا عن متانة العلاقات المشتركة بين البلدين. استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار الإمكانات الفنية والتكنولوجية لشركات وزارة الإنتاج الحربي فضلا عن أهم الصناعات والمشروعات القومية المشاركة في تنفيذها. وأكد العصار خلال لقائه السفيرة الأوزبكية لدى القاهرة أيبيك عثمانوف على رغبته في إقامة علاقات تعاون في مجالات التصنيع المختلفة مع أوزبكستان. من جانبه قال السفير الأوزبكي لدى القاهرة إنه يجب استثمار العلاقات السياسية القوية بين البلدين لإقامة علاقات تجارية بينهما، مؤكدا أن أوزبكستان تتميز بالعديد من الصناعات يأتي على رأسها صناعة الإلكترونيات. في مباراة هذا اليوم أيضا كانت السويد قد تغلبت على سويسرا لتصعد بدورها إلى دور الربع النهائي في بطولة كأس العالم. وصلنا معكم إذن إلى ختام هذه الجولة. لقاء إخباري تالي على رأس الساعة.